في جنب والله حتى جنب مقاولية يعني مثلا ثلاث سيارات، ثلاث سيارات سعافة وسيارتين. انت متحمس للموضوع فن؟ لا هو ربما الحماس هو عن طريق البر لان وصلتوا الينا، هذا دليل على انكم عازمين وجادين في الموضوع. ايه داخل المطار حتكون واحده في بوابه كتير وواحده في المنفذ البري لو بيشتغل ثابت المطار ما يشكلش مشكله يعني. لا دوله في دوله لا لا ما نقدروش لا ما نقدروش سوا حاليا تقليد جديد العمل جزئي يعني في حاجه سابقه يعني في مستقبلا يعني ان شاء الله يعني سنة 24 ان شاء الله نحاول نوجه اكثر من قافله طبيه لمدينه غدامس يعني ما اعتقدش في اي مانع مش شرط يكون التسجيل يعني مش شرط يكون في تسجيل ليه يعني اذا كان ان شاء الله يعني بارك الله فيكم يعني سمونا التاخير والحاجه السرعه ايش صوره جمعيه في البلديه كان هذا معنا في تعامل سابق معكم مرحبتين بكم ونستونا السلام عليكم، معكم الطبيب عبد الرؤوف رمضان الجيباني مدير إدارة طب الطوارئ والدعم، حاليا في زيارة ميدانية لمدينة غدامس برفقة فريق مشكل من مركز طب الطوارئ والدعم لزيارة المستشفى بمدينة غدامس والوقوف على احتياجاته ونظر في إمكانية تسيير زيارات ميدانية وزيارات لإجراء عمليات جراحية من أطقم طبية محلية أو خارجية إن شاء الله، بالإضافة إلى إنشاء مكتب يتبع لمركز طب الطوارئ والدعم في مدينة غدامس، وأيضا القيام بنقاط إسعاف في المناطق الحيوية في المدينة، في مدخل المدينة، في مخرج المدينة، في المطار وفي معبر الحدود إن شاء الله. بإذن الله يعني إن شاء الله زيارتنا تبعد يومين إن شاء الله في المدينة للنظر في احتياجات المواطنين في المدينة والمستشفى، وبإذن الله يعني إن شاء الله في أقرب فرصة حنحاول نغطي العجز اللي حنشوفوه إن شاء الله في المدينة، وبارك الله فيكم.